حاضنة ميليشيا حسن زميرة بدأت تشتكي وتعلي صوتها، بس معتقد اللي بدي يعلي صوته كتير بجيبوه تاني يوم بيعتذر. ما علينا، حثالات. على شو موضوع التذمر الآن؟ بعد كل التضحيات، هن اللي عم بيحكوا، بعد كل التضحيات بسوريا شافوا انه النصيري بشار حتى بورقة حتى بتصريح يمتنع، ويتحدثون الآن عن وين وحدة الساحات وعلى أساس حربنا نحن ضد المسلمين، هذه هي نسميها هيك، وحربنا نحن ضد المسلمين أي مكان، دمرنا اليمن ودمرنا العراق ودمرنا سوريا ودمرنا لبنان، ونحاول إفساد تونس ونحاول إفساد الجزائر، وإذا استطعنا أن نصل إلى مصر، والآن نحاول على تدمير الأردن. وين هي وحدة الساحات والنصيري بشار تاركنا؟ في البداية خلينا نجزئ الأمر. الأمر الأول للحاضنة الغبية، شفنا إنه الاحتلال الإسرائيلي قتل زعماءكم، كانوا متخبيين بالسراديب تحت الأرض وأنتوا فوق الأرض تقتلوا، فنفقوا هن تحت الأرض بالسراديب وأنتوا فوق الأرض وقتلتوا. أما فيما يخص النصيري بشار، تاريخ النصيري يشهد بالخساسة والعمالة والخنوع، ولا نعرف أن التاريخ أنتج نصيري رجل فيه صفات الرجولة، يعني بمورثاته لا توجد صفات الرجولة فيه، فكيف تستجدون من كائن غدر بالشعب السوري ودمر الشعب السوري واستجلبكم أنتم يا حثالة يا قتلة يا أولاد المتعة يا أنجاس لكي تقتلوا الشعب السوري؟ كيف بدي يوقف معكم هذا الرجل، هذا الكائن، موقف يتحلى بصفات الرجولة إذا لا يمتلكها؟ طبعا بيستجلبني الأمر، أحيانا أنت بتقارن بالشيء، بس ينعرض أمامك شيء جدا مزعج فبيخطر على بالك المثال الجيد، والمثال الجيد اللي إحنا كمسلمين نتغنى فيه، شاء من شاء وأبى من أبى ورفض واللي نطح راسه بالحيط لا يوجد لدينا مشكلة، الشهيد البطل صدام حسين. هذا بالعراق يسمونه سبع، عاش بطل ورئيس وقوي، وسحق إيران المجوسية وقتل بطل وقوي. هذه الصفات لا يتحلى فيها النصيري بشار، لذلك هو عاش ندل، هو من نطفة غير معروفة، خلق ندل وعاش ندل قذر إمعة، وسوف يموت نكرة مسحولا في الشوارع. لن يكون هناك فرصة للنصيري هذا أن يقتل بكرامة، لكن سبحان الله الآن يتداعى قطعة قطعة بشكل نجس وبشكل ذليل. طبعا هذا الكلام لا يطلق فقط على النصيري بشار، إنما على طائفته بشكل عام. وين المواقف اللي شفناها الآن من أجل محور المتعة في لبنان؟ لا شيء. هذه الفرق النجسة ستبقى هكذا وستختفي هكذا إن شاء الله. فالله لا يقيم عنكم، إن شاء الله دائما أفراحنا تستمد من أحزانكم يا جنوب لبنان، أو إن كانوا في سوريا أو أي مكان ترتبطوا فيه أنتم، إن شاء الله دائما أفراحنا عامرة بمآسيكم بنفوقكم، صبيانا صغارا نساء جميلات أو غير جميلات، ممتعات أو غير ممتعات، جميعكم إلى المزبلة. وتحية للبيجارات المباركة وإلى الصواريخ المباركة وكل أنواع الأسلحة المباركة التي تسقط على رؤوسكم، وللي متنا ضلوا بخير.